السلام عليكم الزول في اللون، مرحبا بكم خوتنا، مرحبا بكم لي زابوني تاعنا في قناتكم الرياضيه والاخباريه جي اس كي اخبار تي في. القناه ان شاء الله اللي ديما راح تعطيكم الجديد وراح تبدلكم الحصري تاع شباب القبائل واخبار شباب القبائل. فقط لا تبخلوا علينا، وضع جام زر الاعجاب والاشتراك في القناه كي يصلكم كل ما هو جديد. طبعا خوتنا كما راكم تشوفوا، يعني حسين سلمي لاعب شباب بالوزداد، يعني معروف حسين سلمي لاعب شباب بالوزداد، يملك اتصال من شبيبة القبائل. يعني جاتنا معلومات باللي شبيبة القبائل راهي اتصلت بهذا اللاعب، يعني راهو يملك اتصال من شبيبة القبائل، لكن اللاعب لم يتفاوض مع الإدارة. يعني حاليا مازال ما تفاوضش مع الإدارة، مازال ما باع ما شرى معاه، ما سنية ما دار حتى حاجة، ولم يوقع كما تروج له بعض الصفحات. يعني مازال ما سنياش الكونترا تاعو، كيما بعض الصفحات قاعدين يقولوا باللي حسين سلمي لاعب شباب بالوزداد راهو سنيا، مازال ما سنياش خاوتنا، ومازال ما تفاوضش مع الاداره تاع شبيبه القبائل. اللاعب خاوتنا راهو يعطي الاولويه لشباب بالوزداد وينتظر تفاوضه مع اداره شبيبة القبائل للفصل في مستقبله. يعني مازال خوتنا ما فصلش في المستقبل تاعو، ولكن حاليا راه جاه اتصال واحتمال كبير يجينا اللاعب حسين السلمي لشبيبة القبائل. نتمنى ان شاء الله توفيق لشبيبة القبائل، ونتمنى ان شاء الله الاوضاع تتحسن باذن الله وتكون بخير وعلى خير. فقط لا تبخلوا علينا بالدعم جام ولي بارطاج كي يصلكم كل ما هو جديد، وخليوا لنا ديما التعليقات والاراء تاعكم في لي كومونتير باش هكذا خوتنا نعرفوا التعليقات ونستفادوا من بعضنا كامل بإذن الله.